هذا البقري بتاع الاسبان 95000 كيلو. في ظل عجزهم الكلي عن توفير الأضاحي وكذا التهاب أسعار اللحوم المحلية، يلجأ العديد من أصحاب الدخل الضعيف إلى اقتناء كيلوغرامات من اللحوم المستوردة لتمضية أيام العيد. جئنا لشراء اللحوم باش نفرحوا الأولاد، للأسف ما قدرناش نديروا السوق. اللحم المستورد هو ماهوش حل، هو مهرب ملجأ، ما كاش كذا لا حل آخر. الآن اشتهى الحل الوحيد مع واحد شهر بسيط، عاد جينا للحم هذا تاع المستورد. السعر نتاعها فاق الحدود، ما قدرنا لاش لا غالب لجأنا به نشوف اللحم المستورد. هذا هو المواطن البسيط وخاصة الموظف، الموظف ما قدرش على الأضحية. ما كاش منها الهضرة تاع راديو طريطوار هذه، اللحم أنا عجبني كليت منه لاباس به والحمد لله. مليح يساعدنا شوية، يساعدنا كاين خير من ما كاش كاع. أنتك باغي تدي واحد ضروب؟ الميزان شحال عمي؟ 10 كيلو 12 كيلو. اختناء مواشي مذبوحة مستوردة من إسبانيا هي خطة بديلة للطبقة المتوسطة هذا العام، أين شهد مركز تجاري ببلدية العبادية حجوزات مسبقة وطلبات كبيرة وصلت 360 طلبا في مبادرة أطلق عليها تشري خروف بالمصروف. رحنا للسوق نشرو عيادات، جاونا غالي الله غالب، شرينا عيادة لحم مستورد. مدة أسبوع من اللي دينا لكم منذ اليوم ديناه. الله غالب بغينا نشرو الخطرة هذه العيادة ما قدرناش، غالية بزاف. تقدم لها هنايا وشرينا على قدر المستطاع تاعنا ان شاء الله. الاسعار تاعنا الحمد لله يا ربي خير من تاع الاسواق. درنا نسجلوا الزبائن مع الدفع المسبق اللي هو 9000 دينار جزائري. قلنا باللي الخروف يستقام من 2 ملايين و500 ل 3 ملايين و200، وسمينا هذه المبادره بشعار تشري خروف بالمصروف. المارشي كيما نقولوا تاعها طالع هابط، ما قعدتش السومه مضبوطه والحمد لله. هي طرق وحلول المواطن البسيط اليوم بعد أن تفنن تجار الأغنام ومربوها في إيقاد لهيب الأسعار.